بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. أما بعد، فإن نسبة الأقوال أو الفتاوى إلى الناس تحتاج إلى تتبع، فالميت يكفل وتجب يجب قيمة ماله من ماله مقدما على ديونه إذا كان عليه ديون، لأن مؤونة تجهيز الميت مقدمة على الدين وعلى الوصية وعلى الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة قال: كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أو لا، بل قال: كفنوه في ثوبيه. فدل على أن تكفينه مقدم على سائر الحقوق. وكذلك لما استشهد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما في وقعة أحد كفنهما في ثيابهما، ولأن المفلس لو حجر عليه في ديون عليه وهو حي فإنه يعطى كسوته ويعطى مؤونته ونفقته مقدما ذلك على ديون غرمائه، لأن هذا من الضروريات يقدم على الديون. هذا إذا كان له مال ولو قدر الكفن فقط، وإن لم يكن له مال وليس له كفن وجب تكفينه على من تجب عليه مؤونته يوم أن كان حيا كأبيه وابنه وبقية العصبة. فإن لم يكن له أقارب، أو كان له أقارب كانوا عاجزين عن تكفينه، إنه يكفن من بيت المال، يكفن من بيت المال. فإن لم يمكن تكفينه من بيت المال فيجب تكفينه على من علم به من المسلمين، يجب تكفينه على من علم به من المسلمين، هذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي حصل المقصود. المهم أنه لا يترك بدون كفن مع القدرة. نعم. قدما على دين وغيره من الوصية أو الإرث. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه كأبيه وجده وابنه وابن ابنه وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه إلى آخره، تجب على أقاربه الذين تجب عليهم نفقته في الحياة. نعم. إلا الزوج يلزمه مؤونة زوجته، يلزم مؤونة زوجته، ولكن لو ماتت لم يلزمه تكفينها، بل يكون تكفينها على أقاربها، على أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن أخيها أو عصبتها، لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع،
والاستمتاع انتهى بالموت، فلم يبقى سبب للكفن على الزوج. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد وقول بعض الأئمة أنه يجب عليه تكفينها، يجب على الزوج تكفينها، لأن هذا متعلق بحقوقها على الزوج. نعم. لما انتهى من بيان حكم التكفين ومن يقوم به، انتقل إلى نوعية الكفن. الواجب في الكفن الذي لا بد منه ثوب يستر جميع الميت ذكرا كان أو أنثى، ثوب يستر جميع الميت، هذا هو الواجب. وأما ما زاد عن الثوب فهو مستحب. الرجل يكفن في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف، كما في حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. فالرجل يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب، يعني ثلاث لفائف، وكيفيتها أنها تبسط اللفافة على الأرض ثم تبسط فوقها الثانية ثم تبسط فوقها الثالثة، ثم يؤتى بالميت ويوضع عليها، ثم يرد طرف اللفافة الأولى من جانبها الأيمن، ثم ترد طرفها الثاني من جانبها الأيسر، وهكذا بقية اللفائف. ثم يجعل فاضلا عند رأسه وفاضلا عند رجليه، يصير اللفافة أطول من الميت، يصير اللفافة أطول من جسم الميت، يبقى فيها فاضل عند رأسه وفاضل عند رجليه، فيرد الفاضل على رأسه ويشد بعصابة، ويرد الفاضل على رجليه ويشد بعصابة، ثم أيضا يشد بعصابة من الوسط حتى لا تنتشر اللفائف، فإذا وضع في لحده فإنها تفك، تحل هذه العصائب التي عليه. ويستحب أنها تطيب اللفائف، تجمر بالبخور، ترش بماء الورد ثم تطيب بالبخور، بدخان البخور، لأجل أن تطيب رائحتها. وأما المرأة فإنها تكفن في، يستحب أن تكفن في خمسة أثواب: قميص وهو الثوب الذي تلبس على بدنها، وإزار تحت الثوب، وخمار على رأسها، ولفافتين فوق الثوب والإزار والخمار، هذا هو السنة. نعم. بيض استحب أن تكون من اللون الأبيض، بقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. ويجوز أنه يكفن بغير البياض، يجوز بغيره من الألوان، لكن الأبيض أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض من القطن، كرسف يعني القطن، والله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. نعم.
تجمر يعني تبخر بالبخور الذي يوضع على الجمر وهو العود. نعم. تبسط بعضها فوق بعض على السرير أو على الأرض. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط أخلاط من الطيب خاصة بالميت، ما يسمى حنوط إلا طيب الميت هو اللي يسمى الحنوط، أخلاط من الطيب يجعل منه شيء بين اللفائف ويجعل على السبيلين في قطن، يجعل في قطن ويجعل على القبل والدبر ويثبت بخرقة تشق من الوسط وتعقد من الجانبين حتى تكون مثل التبان يعني السروال القصير من أجل أن تضبط الخارج وتستر العورة المغلظة. ويجعل من القطن المطيب أيضا على عينيه وعلى فمه ومواضع السجود كاليدين والكفين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين تشريفا لهذه هذه الأعضاء. هذا هو الحنوط، وهذا كيفية وضعه على الكفن وكيفية وضعه على الميت، وهو سنة. الحنوط سنة. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها بين اللفائف يعني، ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت عليها مستلقيا على ظهره، ما يجعل على جنبه أو على بطنه وإنما يجعل على ظهره هكذا. نعم. ويجعل منه في قطن بين اليدين، منه أي الحنوط، يجعل من الحنوط في قطن. نعم. ويجعل منه في قطن بين اليدين، بين اليدين على المخرج على الدبر. نعم. وعلى الذكر وكذلك الأنثى على فرجيها قطن مطيب. نعم. من أجل أن يمنع الخارج ويطيب الرائحة. نعم. تشق الخرقة مع الوسط طرف، مع الطرف في الوسط منها، ثم تعقد من جانبي حقوى الميت حتى تكون تثبت القطن الذي على الإليتين والقبل، تكون تشبه التبان وهو السروال القصير الذي ليس له أكمام. نعم. تجمع إليتيه ومثانته، تجمع إليتيه ومثانته وهي محل البول، المثانة مجمع البول من الذكر والأنثى، لأن البول يرشح في المثانة ويجتمع فيها ثم يخرج من القبل. نعم. ويجعل باقي على منافذ وجهه ومواضع السجود، على منافذ وجهه كالعينين والفم. نعم. ومواضع سجوده، ومواضع سجوده السبعة، الأعضاء السبعة. نعم. وإن طيب كله فحسن، وإن طيب كل بدن الميت طلي بالطيب فحسن، طلي بالزعفران أو بالمسك، إذا طلي بالطيب فهذا أحسن، لأن بعض الصحابة طلي بالطيب كأنس بن مالك رضي الله عنه وابن عمر. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. نعم. ويرد طرفها الآخر من فوقه ثم الثاني من شقها الأيسر. نعم. والثانية والثالثة كذلك، يعاقبها من أجل أن لا تنتشر. نعم. ويجعل أثر الفاضل عند رأسه، يكون لابد يكون في الكفن زيادة عن بدن الميت فاضل، وأكثره يكون عند الرأس تشريفا للرأس، ويجعل منه عند الرجلين. نعم.
ويجعل أكثر يعني يكون الميت في الوسط في وسطها، تخرج عن رجليه وتخرج عن رأسه، ولكن اللي عند رأسه أكثر من اللي عند رجليه. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعفن القبر، ثم يرد الفاضل على رأسه ويرد الفاضل على رجليه، ثم تعقد بعصابة من أجل أن لا تنتشر عند الحمل والنقل، ثم إذا وضع في لحده فإنها تحل العصائب ولا تترك معقودة، حتى إنهم قالوا لو دفن ولم تحل العصائب فإنه ينبش، وتحل العصائب ما تترك معقودة عليه. نعم. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وإن كفن الرجل يعني جعلت ثلاثة الأثواب، جعلت على شكل ثوب، قميص له أكمام له جيب مثل ثوب الحي تماما فحسن، وأيضا يكون إزار على أسفل جسمه مثل الحي، ولفافة بعدهما فوقهما فوق الإزار وفوق القميص لفافة، فهذا أيضا حسن. وقد كفن ابن أبي لما مات بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألبسه إياه مع أنه رأس المنافقين، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم على ما لقي من ابن أبي من الأذى من حلمه صلى الله عليه وسلم وكرمه أنه ألبسه قميصا لما طلبه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، طلب من الرسول أن يعطيه ثوبه ليكفن فيه أباه، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا فأعطاه إياه. وقيل لأن ابن أبي قد كسى العباس في وقعة بدر لما أسر كساه ابن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر له ذلك فأعطاه قميصا، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكافئ على المعروف. نعم. تكفين المرأة في خمسة أثواب. أعيد وإن كفن. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. إزار وخمار. إزار على الأسفل، وخمار على الرأس، وقميص ثوب يعني ثوب بأكمام ووجيب تلبس إياه كما يلبس إياه الحي. نعم. إزار وخمار وقميص ولفافتين. لفافتين يكون المجموع خمسة، خمس قطع. نعم. والواجب ثوب يستر جميعا. الواجب في الرجل والمرأة ثوب يستر جميع البدن، يعني لفافة واحدة تكفي الواجب، وما زاد عليها فهو سنة. نعم. فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره. وأما الصغير الذي دون الصغير الذي لم يبلغ فهذا يكفن في لفافة واحدة، الصغير الذي لم يبلغ يكفن في لفافة واحدة، وإن كفن في ثلاث لفائف حسن. نعم. السنة. وإن جعل للجارية خمار وإزار قميص مثل الكبيرة فحسن لا بأس. نعم. فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطه. على الصلاة انتهى من التكفير. الصلاة على الميت لابد من الصلاة عليه، لابد من الصلاة على الميت، لأن هذا من حقوق المسلم أن يصلى على جنازته، إلا الشهيد كما سبق،
شهيد المعركة، وأما من عدا الشهيد من أموات المسلمين فلا بد أن يصلى عليه، لأن الصلاة عليه شفاعة ودعاء له. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز أحسن هدي وأكمل هدي، فإنه يعاد في المرض ويلقن الشهادة عند الموت عند الوفاة، وتحسن هيئته بعد الموت لأن تغمض عيناه ويسد فمه ويجرد من ثيابه ويستر بساتر، ثم يغسل ويكفن، ثم يقومون على جنازته يقفون عليها ويدعون الله لها بالمغفرة والرحمة. فهذا من محاسن هذا الدين، ثم يحملونها ويشيعونها ويدفنونها ويحسنون دفنها، ثم يزورون القبر بعد ذلك ويدعون له للميت. فهذا من محاسن هذا الدين العظيم الذي ما جاء في الشرائع مثله وأكمل منه. نعم. أن يقوم الإمام عند صدره، موقف الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها، إن كان رجلا إنه يقف حذاء صدره، وقيل يقف حذاء رأسه، وهذا أرجح أنه يقف حذاء رأس الميت الذكر، وأما الأنثى فيقف الإمام حذاء وسطها، حذاء وسطها، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند وسط الميتة الأنثى في الصلاة، ويقف عند صدر الرجل أو عند رأسه، هذا هو السنة. ولو وقف حذاء الميت من أي موضع منه صح ذلك، ولكن هذا الأفضل. نعم. السنة أن يقوم الإمام عند صدره، صدر الرجل يعني، وعند وسطها، وسط المرأة الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في بطنها، يعني في وضعها الحمل في نفاسها، وقام عند وسطها. نعم. ويكبر أربعة، يكبر أربع تكبيرات، تكبيرة الإحرام، ثم ويقرأ بعدها يستعيذ ويسمي، ثم يقرأ الفاتحة ولا يستفتح، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. فهذه الصلاة على الميت فيها الثناء على الله بقراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، لأن من أحكام الدعاء وعلامات أو أسباب قبول الدعاء، أسباب قبول الدعاء أنه يبتدأ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، وهذا حاصل في الصلاة على الجنازة، يبدأ بالثناء على الله في قراءة الفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت،
ثم يسلم. نعم. ويكبر أربعا. يكبر أربعا، هذا هو المشهور عند أهل العلم، بل هو الإجماع عند أهل العلم أنه لا بد من أربع، فإن كبر ثلاثا لم تصح، وأما ما زاد على الأربع هذا موضع خلاف، موضع خلاف، قيل يكبر خمسا، قيل يكبر ستا، وقيل سبعا، ولكن الذي اتفقت عليه الأحاديث وأجمع عليه المسلمون واتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه هو الأربع، وأما ما زاد عن الأربع فهو محل خلاف، بل إن بعض العلماء ينكر الزيادة على الأربع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، هذا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، كبر على غيره أربعا، هذا موضع الوفاق والإجماع من أهل العلم، وما زاد فهو محل خلاف، والإنسان ما يروح للشذوذات والمخالفات يشوش على الناس مثل ما يفعل بعض طلبة العلم، يزيد على الأربع ويشوش على الناس، خليهم يتساءلون ويشوشون، هذا لا يجوز، يمشي على ما اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه الأمة وسار عليه العمل، حتى إن الإمام النووي يقول كان في الصحابة من يكبر أربع ومنهم من يزيد على أربع، ثم انعقد الإجماع بعدهم على أربع، لا الإنسان يتبع الخلافات والشواذ ويشوش على الناس. نعم. سيكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة. وعرفتم الحكمة الفاتحة والصلاة على النبي إن هذا من أسباب قبول الدعاء في صلاة الجنازة وغيرها، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وكان الصحابة يقرؤونها، وفي الصحيح أن ابن عباس قرأها وجهر بها، قال لتعلموا أنها سنة، جهر بها لأجل علم الناس أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قصده السنة يعني مستحبة، لا قصده أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة عند السلف إذا أطلقت يريدون بها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ويدعو في الثالثة، يدعو بعد الثالثة، بعد الثناء على الله وبعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد التكبيرة الثالثة. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الدعاء، وإن دعا بغيره مما تيسر له فلا بأس، المهم أنه يدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، لكن إن دعا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا الذي يذكره المؤلف فهو أحسن وأنفع للميت. نعم. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا يعني غائب، حاضرنا، حاضرنا وغائبنا عن هذا المكان يعني. نعم. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. نعم، هذا دعاء عام للمسلمين الحاضرين وغير الحاضرين، ثم يأتي الدعاء الخاص للميت، وقوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة،
ومن توفيته فتوفه عليهما. هذا رواية. والرواية الثانية: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال القلبية، والميت انتهت في حقه الأعمال، لم يبقى إلا الإيمان، أنه يموت على الإيمان مصدقا موقنا. وأنتم تعرفون ما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص، وأنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إذ لا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام، لا بد من اجتماعهم. لكن إذا ذكر جميعا صار الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، لكن لا بد من اجتماعهما، لا يكفي واحد دون الآخر. فلا يكون مسلما إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، لا بد من اجتماعهما، هذا في الظاهر وهذا في الباطن. نعم. اللهم اغفر له وارحمه. الآن بدأ بالدعاء للميت خاص. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. أكرم نزله يعني ضيافته. النزل هو الضيافة، لأنه قادم على الله وضيف على الله. نعم. وأوسع مدخله. وأوسع مدخله، مدخل بالفتح. نعم. وأوسع مدخله. والمدخل هو مكان الدخول، وأما المدخل فهو المصدر، مصدر دخل يدخل مدخلا، وندخلكم مدخلا كريما. قل ربي أخرجني مخرج صدق، فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا مصدر. أما المدخل والمخرج فهما مكان الدخول ومكان الخروج، والمراد هنا مكان الدخول. أوسع مدخله. نعم. وأوسع مدخله. نعم. واغسله بالماء. أي مدخله في الجنة. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد. الماء معروف، والثلج هو حب الغمام المنعقد من المطر، والثلج هو الماء المتجمد، والمراد هنا المبالغة في التطهير، جمع بين الثلاثة لأجل المبالغة في التطهير، وهو تطهير معنوي وليس تطهيرا حقيقيا، إنما هو تطهير معنوي، أي محصه من الذنوب وخلصه من الخطايا حتى يكون طاهرا منها. الطهارة على قسمين كما تعلمون: طهارة حسية بالماء، وطهارة معنوية بالإيمان والشهادتين، والمراد هنا المعنى الثاني، الطهارة المعنوية. نعم. نعم. ونقيه من الذنوب والخطايا. تكرار كله لأجل التأكيد، لأجل التأكيد على تمحيص الميت وتخليصه من الذنوب والخطايا. والدعاء كل ما كرر كان أدعى للإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يكرر ثلاثا، إن هذا من أسباب الإجابة. نعم. ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم. وأبدله دارا خيرا من داره. دارا في الجنة خيرا من داره في الدنيا. نعم. وزوجا خيرا من زوجه. زوجا في الجنة وهي الحور العين خيرا من زوجه في الدنيا. نعم. وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. وأعده من عذاب القبر الذي يكون في البرزخ، لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره أو ينعم. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وقد يجمع
على الميت عذاب القبر وعذاب النار والعياذ بالله، وقد يعذب في القبر ولا يعذب في النار، وقد يعفو الله عنه ولا يعذب أبدا إذا كان مؤمنا. هو معرض، المذنب والعاصي معرض للعذاب في القبر وفي النار، فنحن ندعو لأخينا أن الله يعفيه من العذاب وأن يغفر له، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر. نعم. وأفسح له في قبره، هذا فيه أيضا إثبات نعيم القبر، وأن الميت إذا وضع وهو من أهل الإيمان يفسح له في قبره حتى يكون مد بصره، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. نعم. ونور له فيه، القبر مظلم، ولكن إذا كان الميت من أهل الإيمان والسعادة فإنه ينور ويفتح له باب إلى الجنة، يأتيه من نورها وريحها وطيبها. نعم. وإن كان صغيرا قال. نعم، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم على أنه يحفظ هذا الدعاء، أنه دعاء عظيم وجامع وشامل، وفيه دعاء للمسلمين عامة ودعاء للميت خاصة، هو دعاء عظيم. ولهذا لما سمع عوف بن مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على ميت، تمنى أن يكون هو الميت. عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا الدعاء من الرسول على ميت من أموات المسلمين، تمنى عوف أن يكون هو الميت، لأن دعاء الرسول مستجاب، هذا دعاء عظيم وصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الأمة وهم الصحابة خلفه يدعون بهذا الدعاء، هذا فضل عظيم. نعم. وإن كان صغيرا قال. أما الصغير وهو ما من دون البلوغ فهذا لا يدعى له بالمغفرة، لأنه ليس عليه ذنوب، لا يدعى له بالمغفرة لأنه ليس عليه ذنوب، وإنما يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم، هذا الدعاء للطفل. نعم. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذكرا. وكذلك إذا كان غير عاقل، لو كان مجنونا وله كبير، إذا كان مجنون ما هم مكلف فإنه يدعو له بهذا الدعاء لأنه ليس عليه ذنوب. نعم. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ذخرا لوالدين، لأن الله جل وعلا يغفر للوالدين إذا مات، إذا قبض ولدهما وصبر على ذلك، إن الله يجعله ذخرا لهما يوم القيامة. نعم. وفرطا الفرط بالفتح، فتح الفاء والراء، هو الذي يسبق إلى الماء، الفرط عند العرب هو الذي يسبق إلى الماء ليهيئ للمسافرين، ليهيئ لهم المنزل ويهيئ لهم الماء إذا وصلوا، هذا هو الفرط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرط هذه الأمة على الحوض يسقيها. المسلمون يدعون الله أن يكون هذا الطفل فرطا لوالديه، يعني يسبقهما إلى الجنة ويشفع لهما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وشفيعا مجابا، لأن الله يقبل شفاعة الأطفال لأنهم ليس لهم ذنوب، وهذا فيه إثبات الشفاعة والشفاعة ثابتة من المسلمين بعضهم لبعض، فالأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، وهذا إنما يكون في أصحاب الذنوب التي دون الشرك، أما الشرك فلا تقبل فيه شفاعة، والكفر لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا
شفيع يطاع. وأما عصاة المسلمين فإنها تنفعهم الشفاعة عند الله وتقبل إذا أذن الله بها ورضي عن المشفوع، هي ثابتة ولا ينكرها إلا المبتدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية. وأما عن السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة لكن بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله بها، والشرط الثاني، ولهذا يقول اللهم اجعله شافعا يعني ائذن له بالشفاعة، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان لا يكون كافرا أو مشركا. نعم. اللهم ثقل به موازينهما. نعم. وأعظم به أجورهما. ثقل به موازين حسناتهما، اجعله من جملة الحسنات التي تدخل بها موازينهما. نعم. وأعظم به أجورهما. وأعظم به أجورهما يعني بالصبر على مصيبته، يعني ما في شك أن والدي الميت يفجعان بموته، لكن إذا صبر فإن الله يأجرهما على ذلك. نعم. وألحقه بصالح سلف المؤمنين. ألحقه بصالح سلف المؤمنين الذين ماتوا، اجعله مع المؤمنين. نعم. واجعله في كفالة إبراهيم. في كفالة إبراهيم، لأنه طفل يحتاج إلى كافل، طفل فقد أبويه وانتقل عنهما فيحتاج إلى كافل، فيكون في كفالة الخليل عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم. وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا. نعم. ويسلم واحدة ثم إذا فرغ من الدعاء فإنه يقف قليلا ثم يكبر، إذا فرغ من الدعاء يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ثم يسلم، يقف قليلا ولا يدعو ويسلم، وقيل يقف ويدعو أيضا ويسلم، فلا بد من التسليم. نعم. لأنها صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. يسلم واحدة عن يمينه، هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسلم تسليمتين، ولكن الثابت والأولى أنه يسلم واحد، فإن سلم تسليمتين فلا بأس. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا من السنن، من سنن صلاة الجنازة أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما يكون في الصلاة، كما يكون في صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين. نعم. وواجبها الذي يجب فيها، الذي يجب في صلاة على الجنازة الذي لا بد منه ستة أشياء انتبهوا لها، لا تصح صلاة الجنازة إلا بستة أشياء انتبهوا لها. نعم. وواجبها قيام، هذا واحد، أن يصلي وهو قائم، لأنها صلاة مفروضة واجبة فلا بد من القيام فيها. نعم. وتكبيرات أربع، إلا العاجز، العاجز عن القيام يصلي قاعدا مثل الفريضة. نعم. وتكبيرات أربع، الواجب الثاني التكبيرات الأربع، فلو كبر دون الأربع ما صحت، لا بد من التكبيرات الأربع. نعم. والفاتحة، الواجب الثالث قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأها، وابن عباس جهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة، وثبت هذا عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة،
ولأنه كما ذكرنا لكم من هذا من آداب الدعاء أنه يبدأ بالثناء على الله جل وعلا. نعم. والصلاة على النبي، هذا أيضا من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعوة للميت، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا الواجب الخامس، دعاء للميت. فلو صلى قرأ كبر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو للميت لم تصح، لأن المقصود منها الدعاء للميت. فلو ترك الدعاء وقال يكفي إني قرأت الفاتحة وإني صليت على النبي وأني كبرت أربع تكبيرات، يقول لا ما تصح الصلاة لأنك لم تأتي بالمقصود وهو الدعاء للميت. نعم. والسلام، السادس السلام، واجب السادس السلام، فلو خرج منها بدون تسليم ما صحت. قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة على الجنازة وأصحابه كانوا يسلمون. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. نعم، هذه مسألة، إذا جاء إنسان متأخر والجنازة صلى عليها يدخل معهم، يدخل معهم فيما بقي من التكبير، فإذا سلم الإمام يقضي ما عليه من التكبيرات الفائتة مثل الصلاة تماما. إن كان فائت تكبيره يأتي بتكبيره، وإن كان فائت أكثر من تكبيره يأتي بما فاته بعد سلام الإمام، ويقول بعد التكبير ما يقوله لو صلى معهم من أول الصلاة. فإذا كان قد فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة، إن كان فاته تكبيرتان فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان فاته الثلاث فهو أيضا يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة ثم يسلم. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. أعد العبارة. من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. قضاه على صفته، لأن يأتي بالتكبير ويأتي بما بعده. نعم. كما صلى من قبله. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. وإن خشي رفع الجنازة، لو يعني صار يبي يجيب قراءة الفاتحة ويبي يجيب الصلاة على النبي ويبي يجيب الدعاء للميت، يبي ترفع الجنازة يتابع التكبيرات ويسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فإنه يصلي على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، فقال له شأنها، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنها ماتت ودفنت ليلا، فقال هل لا آذنتموني، ثم أمر بمن يدله على قبرها فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، صلى عليها في قبرها. هذا دليل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن إنه يصلي على القبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر الرطب، يعني حديث الدفن، وكان لم يصلي عليه فصلى على القبر. نعم. ومن فاتته الصلاة يجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يصلي عليه مثل صلاته على الجنازة فوق الأرض سواء. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم. وعلى غائب بالنية. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. نعم، الصلاة على الغائب الحاضر في البلد صلى عليه على جنازته أو على قبره إذا دفن، لا بد من هذا. أما إذا كان، ولكن بعض الإخوان، وهذا تكرر، بعض الإخوان يصلون صلاة الغائب على من كان في البلد، هذا غلط، خطأ. اللي في البلد ما يصلى عليه صلاة غائب، صلي على الجنازة، فإن لم يتمكن من الصلاة عليها راح يصلى على القبر. أما أنه يصلي صلاة غائب والجنازة في البلد، هذا لا غير مشروع. إنما المراد بالغائب عن البلد البعيد عن البلد، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يصلى عليها أو لا يصلى عليها، على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يصلى على الغائب، إنما يصلى على الجنازة الحاضرة في البلد، لأنه كان يموت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أموات كثيرون خارج المدينة ولم يكن يصلي عليه، اكتفاء بصلاة المسلمين عليهم في موضعهم. والقول الثاني أنه صلى على الغائب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي لما مات الحبشة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بوفاة النجاشي، فأمر أصحابه وخرجوا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم كما يصلي على الجنازة الحاضر، كبر أربعا وصلى كصفة الصلاة على الجنازة الحاضر، وهذا في الصحيح. والقول الثالث تفصيل، إن كان هذا الميت عاديا ليس له شأن، هذا يكفي الصلاة عليه في موضعه ولا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن المسلمين كثيرون ويموتون في أصقاع الأرض، ولو كنا نبي نصلي على كل ميت غائب كان دائما نصلي، لأن الأموات دائما الدقيقة والساعة. فإذا كان هذا الميت من سائر المسلمين فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. أما إن كان هذا الميت له شأن في الإسلام كالعالم أو السلطان، إمام المسلمين له شأن في الإسلام، فهذا يصلى عليه زيادة في أجره وتقديرا لجهوده في الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، فإن النجاشي رحمه الله كان له جهود عظيمة في الإسلام، لما هاجر إليه المسلمون في الحبشة أكرمهم قبل أن يسلم، أكرمهم وهو نصراني وسمع القرآن منهم ثم أسلم، وكان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم، فله مواقف في الإسلام، لهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لشأنه. فإذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالعالم وولي الأمر أمر المسلمين أو قائد الجيوش في الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب لأجل زيادة حسناتهم وتقديرا لأعمالهم الجليلة. أما العادي من المسلمين فهذا لا يصلى عليه صلاة الغائب، ولعل هذا هو أحسن الأقوال. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. بالنية يعني يصلي عليه بالنية أنه يصلي على فلان الغائب. نعم. إلى شهر. إلى شهر، صلاة على الغائب أو على القبر إلى شهر، لأن أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر إلى شهر، لأنه لما قدم صلى على أم سعد، صلى على أم سعد ابن عبادة بعد شهر من موتها،
هذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الميت ماله إلا شهر صلى عليه، أما إن زاد على الشهر فهذا لا دليل على الصلاة عليه. يقول الإمام أحمد أكثر ما بلغني إلى شهر. وأيضا يقولون لأن الميت بعد الشهر يتحلل جسمه، يتحلل جسمه ولا يبقى منه شيء في الغالب. نعم. ولا يصلي الإمام على الغالب. الذين لا يصلى عليهم من المؤمنين، هو كل مسلم لابد يصلى عليه، هذا حق المسلم حتى ولو كان فاسقا، بل الفاسق من المسلمين أولى بالصلاة لأنه أحوج إلى الدعاء وأحوج إلى الاستغفار، يصلى عليه ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا، هو أحوج إلى الدعاء وأحوج إلى الاستغفار. إلا الإمام الأعظم، الإمام الأعظم أو نائبه، فإنه لا يصلي على بعض المجرمين ردعا لهم، كالغال، الغال في الغنيمة، الذي يأخذ من الغنيمة في الجهاد قبل أن تقسم، هذا غلول وكبيرة من كبائر الذنوب. قد قال الله جل وعلا: وما كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغال يأتي بما غل، إن كان شاتا يأتي بها، وإن كان بعيرا يأتي به على رقبته، بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شات لها أيضا صوت، فالغال يأتي بما غل يوم القيامة يحمله فضيحة له، هذا من كبائر الذنوب. فلا يصلي عليه الإمام أو نائبه، ولكن بقية المسلمين يصلون عليه ولا يترك بدون صلاة لأنه ليس بكافر. الثاني قاتل نفسه، الذي قتل نفسه، الله جل وعلا حرم قتل النفوس عموما، وكون الإنسان يقتل نفسه وينتحر هذا أشد جريمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قتل نفسه، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه وجبت له النار. الذي يقتل نفسه ينتحر هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم أو نائب الإمام من أجل ردعه، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه ولا يترك بدون صلاة. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال. الإمام يعني إمام المسلمين ولي الأمر. نعم. والغال عرفنا. نعم. ولا على قاتل نفسه. نعم، المنتحر. ولكن لو صلي عليها في المسجد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضة في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها، وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، والصلاة على الجنائز في المساجد لا بأس بذلك، ولكن إذا صلي عليها في خارج المسجد كان أحسن. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى مصلى الجنائز، مكان مخصص يسمى مصلى الجنائز، فإذا خصص مكان الصلاة على الجنائز خارج المسجد هذا أحسن، وإن لم يكن هناك مكان يصلى عليها في المسجد. نعم. فصل. نعم. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، على الجنازة يعني، ما هو على الغال وعلى كل جنازة، كل جنازة لا بأس بالصلاة عليها في المسجد، ردا على من يقول أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم. فصل. يسن الترضيع في حمله. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مات رجل عندنا في الحارة، فتجمع بعض أهل الحارة عنده وباشر غسله أحد الأشخاص، والناس يشاهدون حتى عورته المغلظة،
فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟ هذا مكروه، الواجب ستره، أن يغسله من وراء جدار أو شيء يواريه عن الناس، هذا هو السنة، ولا يجوز كشف عورته أمام الناس وكشف جسمه أمام الناس، هذا مكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن السلام من الجنازة أن الإمام يسمع نفسه ومن حوله، ولم أجد حديثا يقول بغير ذلك، فهل أجهر بها أو أفعل بهذا الحديث؟ إن كنت تصلي عليه وحدك أنت ما تجهر بالسلام، أما إن كنت تصلي عليه وراك جماعة، أنت إمام وراك جماعة، لا بد من الجهر، لأنهم ما يدرون إلا إذا سلمت يسلمون معك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا بد أنك تجهر بالسلام من أجل أن يسلموا معك، وإلا وش اللي يدريهم أنك سلمت. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بعد الفاتحة آمين في صلاة الجنازة أم لا؟ نعم، لأنه دعاء والدعاء يؤمن عليه، فيؤمن بعد قراءة الفاتحة على الجنازة أو على الفريضة أو حتى إذا قرأتها خارج الصلاة تؤمن، لأن هذا دعاء تؤمن عليه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. فهل إذا كان الإنسان في سنة دخول المسجد وأقيمت الصلاة فهل يسلم ويقطعها أم كيف يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا كان في أول الصلاة يقطع، أما إن كان في آخرها في التشهد أو في السجود الأخير فإنه يكملها، إذا كان في آخرها يكملها، أما إذا كان أنه في أولها فهو يقطع. وأيضا لا يجوز له أنه يكبر في نافلة والإمام يقيم الصلاة، هذا حرام. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فهل تعد صلاته صحيحة أم عليه أن يأتي بها بعد تسليم الإمام؟ صلاة معيب صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركانها فيعيدها إذا أمكنه أو وجد ناس يصلون عليها فإنه يصلي معهم ويعيد الصلاة عليها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يحافظ على التركيب لأن دعا للميت بعد التكبيرة الأولى ثم بعد الثانية قرأ بالفاتحة فهل صلاته صحيحة؟ لا، يعني هذه مخالفة للصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح صلاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تطيب جميع جسد الميت على حسب مكانته؟ فلو مات أحد العلماء مثلا فنطيب جميع جسده وإن كان غير ذلك فلا؟ كل مسلم له حق، كل مسلم يعظم ويكرم ولو كان ما هو بعالم، إذا طيب كل بدنه فهذا أفضل ولو كان ما هو بعالم. نعم، لأنه مسلم له حق الإكرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الميت امرأة فهل يدعى لها ويقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ نعم، يقول الفقهاء إن كان الميت أنثى يأتي بضمير الأنثى، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها إلى آخره. نعم. وإن كانوا جماعة، إن كان الأموات جماعة الجنائز يأتي بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، يأتي بالضمير على حسب الموجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن أن أصلي على الميت قبل أن يغسل؟ لا، هذا خلاف السنة، الصلاة إنما تكون بعد التغسيل، لأنه يعني يشترط في صحة الصلاة على الميت الطهارة، أن يكون الميت طاهرا،
إذا لم يغسل وما بعد صار ما بعد تطهر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نشارك في تغسيل الموتى، لكن يترتب على فعل بعض ما ذكره المؤلف كشف للعورة، فما توجيهكم؟ لا، العورة ما يكشف، المؤلف ما قال لكم اكشفوا العورة، هذا من وراء ساتر، يجعل على العورة ساتر وتدخل يدك وتعمل الأشياء هذه من وراء الساتر. نعم، تعمل القطن وتعمل التبان من وراء الساتر، أو يرفع، يصير معك واحد يرفع الساتر دون الأعين وتشتغل بيديك من تحت الستارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من حل عقد الكفن عند وضع الميت في القبر؟ لأن هكذا وردت السنة، هكذا وردت السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأحيان تكون الصلاة على ميت بالغ وعلى طفل أو غير ذلك، فبماذا يدعو المصلي؟ وهل الأفضل أن يفرد لكل واحد صلاة؟ لا، صلون عليهم جميع، يدعو للميت بالدعاء الوارد ويدعو للطفل بالدعاء الوارد، يمكنه ذلك، يمكنه أنه يدعو للميت الكبير بالدعاء الوارد في حق الكبير ويدعو للطفل بما ورد في حق الطفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص جالسا على الميت فهو قادر على القيام، فهل تصح مثل صلاة النافلة ويكون له نصف الأجر؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر العلماء، إن كانت هي الصلاة الأولى أو لا بد من القيام لأنها فريضة، أما إن كانت صلاة معادة صلاة ثانية هذه نافلة، أي هو بالخيار، إن شاء قام وإن شاء قعد مثل النافلة. نعم، في حقه هو. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، الكفن المرأة يطيب أو لا، مع العلم أنه يحملها الرجال؟ نعم، يطيب كفن المرأة والرجل كله يطيب، والرجال يحملونه مستورة بالكفن ما يشوفونه. نعم، ولو هذا وقت فتنة، هو ما هو وقت فتنة، هذا وقت موته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تذكير الناس وهم في المقبرة بالدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت ودعوة الناس لأن يشهدوا له بالخير؟ فإني سمعت أحدهم يقول إن هذا غير جائز، إنما الشهادة للميت كانت خاصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل مرور الجنازة ووضعه عليه الصلاة والسلام جريدا على قبر المعذبين. الموعظة عند القبر غير مشروعة بصفة دائمة، المداومة عليها هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وإنما فعلها مرة لسبب، وهو أن القبر لم يلحد، يعني باقي شغل في القبر، فبدلا يجلسون ويسكتون يستحب موعظتهم وتذكيرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهوا إلى القبر، ولما يلحد جلس صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير من الخضوع والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول وعظهم. فإذا كان هذا حصل مثل هذا بعض الأحيان ولسبب أن القبر يحتاج إلى إصلاح، هذا لا بأس به ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما المداومة على الموعظة وجعلها سنة دائما ومن غير سبب، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء للميت بعد الدفن هذا وارد صحيح، إنهم بعد دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دفنوا ميتا قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأما الشهادة له فلا يشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد لأحد بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. أما الجزم بأن فلان من أهل الجنة أو نشهد له بأنه هذا لا يجوز، يعني ما تدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما صلي على بعض كبار العلماء صلاة الغائب خرج بعض الشباب كأنه منكر لصلاة الغائب، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا صلى المسلمون صل معهم وهم متبعون لدليل والحمد لله، وأنت لا تنفرد وتظهر الفرقة والاختلاف، صل مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين النهي عن الدعاء عند القبور وبين الدعاء للميت عند زيارة قبره؟ هذا دعاء للميت، أما إن كانت تروح تدعي لنفسك ولا تدعي لغير الميت هذا لم يرد، وليست القبور محل دعاء، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور هذا لا يجوز إلا للميت. أيضا الصلاة، هل تصلي على الميت وتصلي على القبر؟ هذا لا، للميت خاصة. أما لو جيت تصلي صلاة الضحى تقول هذا سنة، هذا مثل الصلاة على الميت، يقول لا هذا باطل. الصلاة عند القبور منهي عنها لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لكن الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة في المقبرة هذا شيء خاص بالميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاختلاس من بيت مال الإسلام أو ما يشبه ذلك من التأخر عن الدوام أو استخدام الأملاك العامة في الأمور الشخصية، هل يعتبر ذلك من الغلول أم أن الغلول خاص بغنائم الجهاد فقط؟ هذا من الغلول، اللي يأخذ شيء بغير حق من بيت المال مثل اللي يأخذ من الغنيمة، لأن الغنيمة مشتركة وبيت المال مشترك، فلا يجوز لك تأخذ شيء لنفسك دون أن يعطيك إياه ولي الأمر، هذا يعتبر من الغلول. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد ابن عبادة وبين صلاته على شهداء أحد بعد 8 سنوات؟ ما هو، قالوا إن الصلاة على شهداء أحد ما هي صلاة جنازة، وإنما هو دعاء فقط، دعاء ووداع، ودعه صلى الله عليه وسلم، ما هو المقصود به صلاة الجنازة. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، فدل على أنه إنما المراد الدعاء لهم، هذه زيارة، أن يستحب زيارة القبور والدعاء لهم، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، وهذا مشروع دائم، مشروع أن تزور الشهداء وتدعو لهم وتستغفر لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لصلاة الفريضة؟ نعم، يشترط لها الطهارة، يشترط لها النية، يشترط لها ستر العورة، يشترط لها القيام مع القدرة، شروط الصلاة تشترط في صلاة الجنازة لأنها صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ذكره بعض الفقهاء من أنه إذا خشي أن تفوته صلاة الجنازة ولم يكن متطهرا أنه يجوز أن يتيمم ولو كان الماء قريبا، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، هذا قال به بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه تفوت صلاة الجنازة، تفوت لو راح يتوضأ فاتت عليه، وحتى قالوا صلاة الجمعة لو راح يتوضأ فاتت عليه وهي ما تقضى، فوت عليه في تيمم، هذه مسألة خاصة وقد قال بها بعض المحققين، لكن ما في شك أن الاحتياط وكون الإنسان يكون مع الجمهور يكون هذا أحوط وأتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سقوط الواجب في صلاة الجنازة يجبر بسجود السهو أو يعامل معاملة الركن بأن يعيده؟ لا، ما صلاة الجنازة ما فيها سجود سهو، ما فيها سجودا أصلا ولا ركوع، لا فيها سجود سهو،
من ترك شيئا منها من أركانها فإنه يعيد يصليها مرة ثانية إما وحده وإما مع جماعة آخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسبوق في الجنازة يفعل كفعل المسبوق في الفرض، والمشهور في المذهب أن ما أدركه مع الإمام هو الأول بالنسبة له، فكيف يفعل في الجنازة بناء على هذا؟ نعم، سهل هذا، يكبر تكبيره ويقرأ الفاتحة، يكبر الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام يكبر الثالثة ويدعو للميت، يكبر الرابعة ويسلم. نعم. فيعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام آخر صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تتم الصلاة على الغائب إذا كان هناك موتى موجود، إذا كان هناك موتى سيصلى عليهم وهم موجودون، فهل تكون الصلاة على الغائب مع الصلاة على الجنائز الموجودة في المسجد؟ نعم، لا بأس بذلك، بالنية صلوا عليهم بالنية على الغائب وعلى الحاضرين، ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أنكرها فقد أنكر ما ثبت في الكتاب والسنة، ألا يكفر من ينكر ذلك؟ فأرجو التوضيح في كون المنكر مبتدع وليس بكافر. نعم، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن من أنكرها لا يكفر، من أنكرها لا يكفر نظرا لأن الدليل عليها ليس مثل الدليل على ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، تحريم الربا وتحريم الزنا، عقوق الوالدين، تحريم السحر، هذه معلومة من الدين بالضرورة. أما الشفاعة في أهل الكبائر هذه ليست مما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها يقال له ضال ولا يقال له كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة بقصد حضور صلاة الجنائز ونيل أجر الصلاة على الجنازة والجمعة؟ لا بأس، طيب، هذا لها في ذلك أجر، حضر صلاة الجمعة وصلاة الفرائض مع المسلمين، إذا جاء جنازة تصلي مع المسلمين تحصل على الأجر فيها، لكن لا بد من الستر، ولا بد من ترك الطيب، ولا بد من تجنب الاختلاط، لا بد من الالتزام بالأحكام الشرعية، فإذا اجتمعت الأحكام الشرعية والتزمت بها فإنها تحضر تصلي مع المسلمين الجنازة وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال الجنازة في البيت ليصلي عليها النساء؟ لا بأس بذلك، النساء تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد، لا مانع من ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ناس إما أن يتوبوا من الربا نهائيا ويتركوا الربا حتى نصدقهم ونتعامل معهم، وأما أنهم يخدعوننا ويقولون أنتم نجعل لكم فرع إسلامي والربا باقي في البنك، هذا إنما هو لأجل جلب المال، ما هو بتوبة إلى الله عز وجل. نعم، يكفي هذا.